يوم 28 يناير 2011 وبالتحديد جمعة الغضب، وقت ما كانت مصر كلها بتنتفض في الشارع، كان في حدث مهم وخطير جدا بيحصل قرب ميدان التحرير، بالتحديد المتحف المصري. تنظيم العناصر المسلحة على أعلى مستوى، واللي هدفها هو حاجة واحدة بس، هي سرقة القطع الأثرية بالغة الأهمية من المتحف المصري، زي مثلا قناع توت عنخ آمون وقطع تانية كتير فرعونية مهمة جدا. وطبعا البلد كلها كانت مقلوبة، الشرطة مش موجودة، الجيش منشغل مع الشارع، ما كانش في حد في أمان وقتها. عشان يصدر أمر موجه لأخطر وحدة قوات خاصة موجودة في مصر كلها، هي الوحدة الثلاث تسعات قتال. مساء الخير يا وحوش. أقوى وحدات القوات الخاصة اللي موجودة في سلاح الصاعقة المصرية كله، وتتحرك في اتجاه المتحف. مين بقى هي الوحدة الثلاث تسعات قتال؟ وليه بيتم تصنيفها كأقوى وحدة قوات خاصة موجودة في مصر كلها والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا كلها، وواحدة من أقوى خمس فرق قوات خاصة على مستوى العالم؟ بص بقى صديقي، الفيديو ده خاص جدا وبيتحضر له بقاله كتير قوي، وأوعدك إن اللي هتسمعه في الفيديو ده يكاد يكون أول مرة يتقال على السوشيال ميديا والنت عموما، معلومات يمكن ضباط بنفسهم ما يعرفوهاش، مع احترامي يعني. عدد قليل بس هو اللي ممكن يكون عارف نوعا ما المعلومات دي. فانا بقى عايزك تركز معايا قوي وتجيب لك واحده قهوه محترمه كده، لان احنا مش بس هنحكي تفاصيل عن الوحده 3 تسعات قتال، احنا هنحكي عن عمليات يمكن اول مره تتعرف، وهي عمليه المتحف المصري اللي حصلت في 2011 وعمليه تانية. ومش هوصيك بقى صديقي، لايك على الفيديو، اشتراك على قناه اليوتيوب والفيسبوك، لان الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتفرق في جوده المحتوى اللي بنقدمه مع الوقت، وبيساعدنا ان احنا نتطور. انا محمد خالد، وقهوتك وحصان. الحلقة دي برعاية منصة إيفست. إيفست هي شركة عالمية ومرخصة من أعلى هيئات الرقابة المالية، واللي بتقدر تستثمر فيها على أصول زي الذهب وأسهم الشركات المختلفة زي تسلا وأمازون وغيرها، وحتى الاستثمار في العملات الرقمية وحتى صناديق الاستثمار، واللي من خلال أكاديمية إيفست هتقدر تتعلم استراتيجيات التداول لأول مرة، وده لو أنت مبتدئ يعني. ومع التسجيل من الرابط اللي موجود تحت الفيديو هتاخد حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار. الحساب ده مفيد جدا للمبتدئين واللي لسه بيتعلموا استراتيجيات التداول. كل الروابط موجودة تحت لينك الفيديو ده. نكمل. المهتم بالشأن العسكري في مصر هيعرف كده إن في شوية حروف وأرقام مهمين جدا، زي مثلا وحده الثلاث سبعات قتال، اختارهم بقى واكثرهم سريه، وهي وحده الثلاث تسعات، اقوى تشكيل للقوات الخاصه في مصر. طب ايه بقى اللي بيميز الثلاث تسعات وايه هي طبيعه مهامها؟ لا مخمخلي كده صديقي بقى وافرد ظهرك، لان اللي هتسمعه ده جاي حلو قوي. وحده الثلاث تسعات هي وحده متخصصه في تنفيذ المهام شديده الخطوره خلف خطوط العدو. نقدر نقول كده ان هي راس حربه الوحدات الخاصه المصريه، او راس حربه سلاح الصاعقه المصريه، وهو اللي يعتبر سلاح المهام الخاصه، قوه متخصصه لتنفيذ مهام اشبه بالمستحيله، ومكانها بيكون في التحديد خلف خطوط العدو او في عمق أرضه. احنا دلوقتي في طريقنا لإقليم كاليكوت لتحرير السفير المصري وعيلته من جوه قصر كافور، واللي في العادي ده ما بيحصلش، والاشتباك دايما بيحصل وش الوش، ومش اي قوه تقدر تنفذ مهام خلف خطوطه. وهنا بقى خلينا نرجع لورا فلاش باك سريع كده ونشوف بدايه تاريخ الثلاث تسعات بدا منين. اصل الثلاث تسعات خارج من مجموعه اسمها المجموعه 39 قتال، المجموعه الاسطوريه اللي انشاها ابراهيم الرفاعي ابو الصاعقه المصريه، المجموعه اللي شيبت الصهاينه ووريتهم الويل كده في فتره حرب الاستنزاف وبرده حرب اكتوبر. واحده من المهام العابره اللي عملتها المجموعه 39 هو ضرب المدفعيه لموقع اللي كان موجود فيه الفريق اول عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف، واللي ادى لاستشهاد هو وقاده تانيين، واللي دي كانت تعتبر اهانه كبيره جدا بالنسبه للجيش المصري ومصر عموما. عشان في اليوم اللي بعد على طول تيجي المجموعه 39 قتال وتعبر القناه، وبالتحديد لموقع المعديه 6، المكان اللي انضربت منه قذائف المدفعيه على موقع الفريق اول عبد المنعم رياض، وتقتحم الفرقه الموقع وتبيد 44 عنصر اسرائيلي. الفكره هنا مش فكره عدد الاسرائيليين، الفكره في طريقه الاباده كانت عامله ازاي. المجموعه 39 ما استخدمتش لا مسدس ولا بندقيه ولا حتى قذائف يدويه، دخلوا عليهم بسمك البندقيه، السكينه اللي تبقى قدام دي، وعينك ما تشوف الا النور يعني يا صديقي، ما تبحث. العمليه دي كده مثال سريع على قوة مجموعة ال 39 قتال واللي عملته، ودي ممكن نعمل لها حلقة لوحدها أساسا. واللي مع الوقت اتفككت المجموعة دي وبقى اسمها مجموعة سيناء العربية. وبعد الحرب بقى في احتياج لإنشاء وحدات خاصة داخل القوات المسلحة المصرية، وحدات متخصصة في تنفيذ المهام شديدة الخطورة خلف خطوط العدو. وهنا ظهرت الثلاث تسعات قتال. إيه بقى مهمة الثلاث تسعات بالظبط؟ مهمتها الأساسية زي ما قلنا هو تنفيذ مهام خلف خطوط العدو أو خارج الحدود المصرية، وهي ليها مهام معينة في السلم وبرضه ليها مهام معينة في الحرب. في وقت الحرب بيتم تكليف الوحدة دي بمهام معينة، لان هم مش بيشاركوا مع بقيه الجيش في عمليه معينه، لا هم ليهم عمليه معينه كده بيخلصوها ويرجعوا. في المهمات دي بيتم ابرار القوات خلف خطوط العدو، انا زهقت من كتر ما اقول الكلمه دي، وينزلهم يا اما بالطيارات او بالمظلات. الخطه كالاتي، احنا هننط من الطياره بالباراشوت اللي معانا ده، بس خدوا بالكم ان الفرحه بقت شمال مش يمين، او حتى من خلال البحر على حسب يعني. القوات دي اول ما بتطأ رجليها الارض بتعمل حاجتين، اول حاجه وهي الكمائن، وده كمين بتنصبه القوات لقوات تانية متحركه وجايه في الطريق عشان توقفها او تعوق تقدمها او تبيدها اساسا يعني، وده كده اسمه استهداف لاهداف متحركه. اما الحاجه الثانيه وهي الاغاره، الاغاره وهي تنفيذ غاره او هجمه على موقع معين، وغالبا بيكون موقع ثابت. الموقع الثابت ده سواء كان معسكر او ايا كان اللي انا بهاجمه يعني، او منشاه عسكريه، انا اللي
تبدا الهجوم عليه، ودي كده مهام الحرب. اما مهام السلم مختلفه شويه، وهنا السلم مش معناه السلم بنسبه 100%. وقت السلم هنا بنتكلم فيه الوقت اللي كانت فيه مصر من بعد 2013 وقت الحرب على الارهاب، ان هنا يعتبر انت بتحارب ولكن ما اعلنتش الحاله القصوى للحرب او حاله استعدادك للحرب داخل البلد، بمعنى اصح مش بتحارب دوله تانية يعني. يا اما مثلا بتكون دوله معاديه ولكن انت ما اعلنتش الحرب عليها، ولكن بتبعت قوات تعمل حاجه معينه هناك وترجع. وغالبا مهمات الثلاث ساعات اغلبيتها كلها تقريبا او كلها يعني بتكون خارج حدود المصريه. وواحده من مهام الثلاث ساعات برضو وهي تحرير الرهائن. قتلته ليه؟ قتلته ليه؟ ولكن ده شيء متخصصه فيه اكتر الثلاث سبعات قتال، واللي هنقول الفرق ما بينهم بس قدام لسه شويه. ودي كده كانت مهام الوحده. ازاي بقى بيتم اختيار عناصر الوحده دي؟ قبل ما اقول لك يا صديقي لازم تعرف الاول مكانه الثلاث ساعات وسط يعني القوات او وحدات الخاصه على مستوى العالم عامله ازاي. الوحده دي عامله قلق كبير للدول الكبيره زي امريكا وبريطانيا وغيرها. وحده بعض الخبراء العسكريين بيقارنوها او لما يحبوا يقارنوها بيحطوها في نفس فرقه القوات الخاصه الملكيه البريطانيه ومعاها فرقه ماركوس الهنديه. فرقه ماركوس دي تعتبر هي وفرقه قوات خاصه على مستوى العالم، ولكن الفرق ما بيننا وبينهم ان هم يعني وقت الضروره بياكلوا لحوم البشر، احنا ما بنعملش كده. مش الدرجات يا شباب ولا كبرتوا الموضوع. اثاره الجدل اللي عملتها الوحده 3 ساعات قتال بسبب سريتها الشديده جدا، سريتها لدرجه ان فرقه الفا تيم الامريكيه اللي طلبت تنفذ تدريب مشترك مع القوات 3 ساعات قتال المصريه، الاداره المصريه رفضت. الفرقه دي مستوى السريه بتاعها عالي جدا جدا، والسريه هنا تعتبر ميزه وميزه كبيره، لان هي بتدي حيز من الغموض بيصيب عدوك ومبقاش عارف انت ممكن تطلع له ايه بالظبط. ان مصر مش من الدول اللي بتستعرض قوتها عسكريا على طول، بالعكس الاتجاه المصري دايما هو بيبقى اتجاه دبلوماسي، اللي هو انا جاي اتكلم معاك بالراحه وليا اصحاب كتير وبحب اعمل علاقات دبلوماسيه مع اغلب دول العالم، مش بحب انا اتكلم بقى بالعافيه واوري سلاحي واطلع صواريخ، مش بتاع الكلام ده، انا راجل شيك. هي حاجه موجوده وقويه وعدوي بيشهد بيها قبل حليفي، ولكن انا ما بحبش اتكلم عنها كتير. نيجي بقى لافراد الوحده. ايه اللي بيميز افراد الثلاث ساعات عن اي وحده ثانيه موجوده في مصر؟ بص يا باشا خلينا اتفق معاك على حاجه كده قبل ما نتكلم. فاكر توم كروز في افلام ميشن امبوسيبل كلها؟ شفت كان بيعمل ايه؟ بينط من برج خليفه وينط يمسك غواصه ولا يطير بطياره ولا كل حاجه بيعرف يعملها، ويطلع يجري دبي كلها ولا يفرق معاه، ويسوق اي حاجه، طيارات ماشي، هليكوبتر ما يضرش، مش عارف جابوا له غواصه ولا لا، بس برضه ده توم كروز يعني. اهو ده بقى فرد الثلاث ساعات قتال وبدون اي مبالغه، تحسه كده ادهم صبري في نفسه يعني، راجل مستحيل. فرد مدرب على استخدام كافه الاسلحه من اول المسدسات الصغيره والاسلحه البيضاء ولحد قاذفات القنابل والصواريخ، ومعروفه ان الطلقه منه براجل، الطلقه ما بتجليش، 30 طلقه موجودين في سلاحه، كل طلقه منهم عارفه اتجاهها رايح فين. غير كده ان فرد الثلاث ساعات مدرب على القتال في اغلب الظروف البيئيه او اي ظرف بيئي انت ممكن تتخيله، صحراء، رمله، غابات، وحل، طبيعه جبليه، طبيعه جليديه، بريا وبحريا وجويا، اي مكان خلقه ربنا ممكن يستعد للقتال فيه، لسه ما جربناش الفضاء يعني بس ممكن الله اعلم. ومدرب على القتال في الاماكن المفتوحه وكمان المغلقه. ومنين بقى بيتم اختيار افراد الثلاث ساعات؟ وازاي بيتم تاهيلهم؟ وازاي بيوصلوا للمستويات المرعبه دي؟ اغلب عناصر الفرقه بيتم اختيارهم من اماكن محدده موجوده في الجيش المصري، 99% منهم بيجوا من سلاح المظلات والصاعقه البحريه، ودول اصلا اسلحه نخبه، اسلحه تنفيذ مهام خاصه برضه. بيتم اختيار بقى نخبه النخب من الاسلحه دي عشان ينضموا للوحده 3 ساعات، واللي لازم يكون الفرد فيها واخد شويه حاجات كتيره، السي في بتاعه يكون محترم كده. زي ايه مثلا؟ عد معايا. عندك مثلا فرقه السيل وفرقه التفادي البشريه، واللي بيتم تدريبه فيها على استخدام اسطوانات الاكسجين ذات الدائره المغلقه، وتعليم حاجه اسمها الغوص الهجومي والدفاعي، وهنا معلم الصاعقه او المعلم بتاعه يعني بينزل معاه تحت الميه وبيحاول يا اما ياخد منه سلاحه او يحاول يقتله عادي جدا، وممكن كمان يحاول يخلع منه اسطوانات الاكسجين بتاعته، وهو شطارته بقى. ده غير التدريب على الانقاذ وانتشال الافراد. وفي برضه فرق الضفادع البشريه واللي بيتم تدريبهم فيها على مهاجمه الاهداف الساحليه وضرب منشات حيويه سواء كان داخل المواني للعدو او خارجها. وعندك فرق ثانيه زي فرق النسف والتدمير وفرقه التسلق الحر وفرقه القفز الحر وفرقه مقاومه الارهاب. طب هو يعني ايه فرقه بقى يا عم محمد؟ الفرقه دي يا باشا تدريب عسكري بياخده الفرد عشان يرفع من مستواه ورتبته، تقدر تسميها كده ان هي حاجه شبه الدراسات العليا او الماجستير. الدراسات العليا دي بقى مش بس بياخدوها جوه مصر، لا دي بياخدوها تقريبا في كل حته في العالم. فرد الثلاث ساعات الواحد بياخد فرق من دول كتير وفي ظروف بيئيه مختلفه، وبجانب ده بيكون في تدريبات او فرق للفرق الرمايه واللي بيرموا فيها باكتر من سلاح ليل ونهار، ده غير تدريبات القفز الحر والقفز التكتيكي بالمظلات. غير كده ان بجانب الصاعقه البحريه وسلاح المظلات الوحده 3 ساعات بتفرق عن الاثنين ومميزه عنهم. يعني مثلا سلاح المظلات محترفين اكتر في القفز الحر والقفز التكتيكي بالمظلات، اما الصاعقه البحريه متخصصه اكتر في الغوص الهجومي والدفاعي باستخدام اسطوانات الاكسجين ذات الدائره المغلقه. فرد الثلاث ساعات بقى بيعمل الاثنين عادي جدا ومحترف برضه في الاثنين، لان التدريب اللي خده هو تدريب اعلى من التدريب باقي الوحدات الثانيه. واحده بقى من الحاجات المبهره جدا والغريبه جدا لفرد الثلاث ساعات قتال هو تدريب حاجه اسمها اختراق الضاحيه، بيتم تدريبه على الجري لمسافه 30 كيلو، يعني جري متواصل من غير ما يوقف. ينفع نجري 22 كيلو بس عشان انا عندي خشونه في الركبه، من بعد ال 22 كيلو بتبقى حالي. طب ليه بقى الموضوع ده مهم؟ ان زي ما قلنا مهمه فرد الثلاث ساعات قتال بتكمن خلف خطوط العدو، البيئه دي بيئه كلها ضده اساسا، ولو حد لمحه هيمرجحه. ان يبقى عنده القدره انه يجري 30 كيلو متر
متواصله سواء كان بالليل او بالنهار. دي مهاره مهمه جدا وكاد تكون مصيريه وقت هروب، وممكن ال 30 كيلو دول يفرقوا معاه في حياته اساسا، لان دي مسافه هتكون كبيره جدا بينه وبين معسكر العدو. ومع اختراق الضحيه بيكون في شويه مهارات ثانيه زي مهاره المعايشه، بيتعلم الفرد فيها ازاي يعني ينطلق في الصحراء كده وينجو فيها عادي جدا. من الحاجات اللي بيعملوها مثلا، وما اظنش ان انت هتسمع الموضوع ده في حته ثانيه، ان هم بيحطوا زلطه صغيره كده تحت لسانهم عشان تجفف قوه العطش. وبجانب التاهيل العسكري والبدني بياخدوا برده حاجات ثانيه، منها ان فرد الثلاث ساعات قتال بيبقى معاه اقل حاجه 3 لغات. وغير كده مش كل المهمات اللي بينفذها خلف خطوط العدو بتكون مهمات عسكريه شديده او اشتباك مباشر، ممكن تكون مهام استخباراتيه او مهام جمع معلومات او مهام معايشه وسط مجتمع العدو واللي بيتدرب فيها على اللهجات والثقافات المختلفه. وده غير بعض الدورات اللي بياخدها زي دورات الاخفاء والتمويه ودورات التنكر، بحيث ان هو يعني ايه يعرف يغير شكله ومحدش يعرفه بالساهل. الزي الرسمي للثلاث ساعات قتال هو الزي الزيتي اللي هو اقرب شويه لزي المظلات، ولكنهم مش ملتزمين بيه بشكل كامل. هما مش بيعتمدوا لبس معين في مهمتهم، ممكن تلاقيه لابس مدني عادي جدا وماشي برشاش وبيقفل شارع لوحده، منطقي ده اللوجيك هناك مفيش مشكله. غير كده ان اسلحتهم خفيفه، يعني تسليحه ما بيعديش المسدس والبندقيه، ولو تقيل قوي يا دوب ار بي جي، ما بيشيلش اكتر من كده. بس بالبندقيه والمسدس دول بقول لك يقفل منطقه بحالها، محافظه لوحده مفيش اي مشكله، لان بالسلاح ده قادر يعمل بيه اللي مش اي فرد تاني يقدر يعمله. ودي كده كانت نبذه بسيطه عن اقوى وحدات القوات الخاصه الموجوده في مصر، الثلاث ساعات قتال. طب معلش بقى يا محمد، ايه اللي بيميز الثلاث ساعات عن الثلاث سبعات؟ الثلاث سبعات وحده متخصصه اكتر في مقاومه الارهاب الدولي وتحرير الرهائن. غير كده ان الثلاث سبعات متخصصه اكتر في الهجوم والاشتباك في المناطق المقفوله او الاماكن المقفوله، اما الثلاث ساعات متخصص اكتر في الاماكن المفتوحه. نيجي بقى لعمليات الثلاث ساعات، وهنا لو قهوتك خلصت روح هات لك واحده ثانيه لان اللي جاي كله اكشن. العمليه الاولى وهي عمليه تامين المتحف المصري يوم 28 يناير 2011 وبالتحديد صباحيه يوم الجمعه او يوم جمعه الغضب، اليوم اللي نقدر نقول فيه انه واحد كان من اخطر الايام اللي عدت على مصر. مفيش مكان فيك يا بلد كان امان، من اول ابسط البيوت ولحد منشات الدوله الحكوميه بالغه الاهميه، منشات امنيه مهمه جدا تم اقتحامها واتدمرت، حتى السجون اتفتحت. واحده بقى من المنشات دي اللي كانت هدف وصيد سمين وهو المتحف المصري والقطع الاثريه المهمه جدا جدا اللي موجوده هناك. ولو انت صديقي مش مدرك قوي لاهميه الاثار دي يعني ونوعا ما شايفها زي حالاتي كده برضو مش عادي يعني مش محتاج اللغط ده كله، فاحب اقول لك ان اكبر متحف موجود في المانيا وهو متحف برلين كله قايم على قطعه اثار واحده بس، وهو تمثال الملكه حتشبسوت اللي من غيره ما حدش هيجي المتحف اساسا. وطبعا متحف اللوفر في فرنسا حدث ولا حرك، قسم المصريات كله سرق كله مسروق. لو قسم المصريات اتشال من متحف اللوفر تقريبا ما حدش هيروحه اساسا، كميه قطع اثار مصريه مسروقه يعني. وسيبك من كده يعني هم ما كفهمش، لا كانوا عايزين ياخدوا تاني، عايزين اثار تانيه تتباع وتطلع بره مصر. الفكره هنا ان الحراميه اللي كانوا رايحين يسرقوا المتحف المصري ما كانوش حراميه او بلطجيه عاديين، دول كانوا افراد وعناصر اجنبيه مدربين تدريب عالي ومسلحين برضه تسليح عالي ومدعومين من جهاز استخبارات معادي وغني عن التعريف ولا داعي لذكر اسمه ولو انه معروف يعني. المهم ان الجهاز ده هو اللي خطط لسرقه المتحف المصري واستغلال الفوضى اللي حصلت وقتها عشان يصدر القرار من الجهات العليا بتحرك الوحده 3 ساعات، واللي بالمناسبه قياده الثلاث ساعات بتتبع قياده الصاعقه المصريه. وصلت العناصر دي الاول وفي قطع معينه اتسرقت، وده اللي حصل قبل وصول الوحده. وبعد ما صدر الامر اتحرك يا دوب 20 فرد من الثلاث ساعات قتال ودخلوا يوم الجمعه بالليل اشتبكوا مع الافراد دول داخل المتحف يعني ايه اشتبكوا وقع اللي وقع واتقبض عليه اللي اتقبض عليه، وتم تسليمهم للجهات المعنيه. الصور بقى اللي هتطلع قدامك دي هي صور حصريه والاول مره يتم عرضها، وما اظنش ان هي موجوده على النت اساسا. صور تم التقاطها من بعد يوم 28 يناير يعني يوم 29 ولحد بعدها. الفتره دي من وقتها ولحد بعد كده محدش قدر يقرب من المتحف المصري، لدرجه ان كانت في اقسام جنب المتحف بتولع وبيتاخد كل اللي فيها ولكن محدش كان بيقرب ناحيه المتحف، هم يا دوب 20 عنصر نينجا. اما العمليه الثانيه هي عمليه دارنا في ليبيا. في 2015 وقت ما حصل العمل الارهابي من استهداف 21 مسيحي مصري في ليبيا، احتفظت مصر بحق الرد، وبالتوازي مع الضربه الجويه اللي نفذتها القوات الجويه المصريه في اماكن معينه شمل تنظيم الدوله الاسلاميه، نزلت طياره سي 130 هيركليز وعملت ابرار ل 30 فرد بس من الثلاث ساعات. نزلوا معسكر كان فيه قيادات مهمه جدا، منهم قيادي كان مسؤول عن تنظيم الدوله في شمال افريقيا كله. المعسكر ده كان متامن بشكل رهيب وفي اكتر من 200 فرد مسلحين وقصادهم 30 فرد بس. اتقتل من ال 200 فرد دول حوالي 120 شخص واتقبض على الباقي، منهم القيادي الخطير اللي كان مسؤول عن يعني ايه تنظيم شمال افريقيا كله، واتحطوا في الطيارات ورجعوا على مصر. وده طبعا غير عمليات كتير ما تمش الاعلان عليها لحد النهارده ولحظه تصوير الفيديو ده. طب ايه بقى يا عم محمد غرض تصوير الحلقه دي او غرض عملها اساسا؟ من حوالي سنه ونص كده صديقي كنت عملت فيديو مقارنه بين الثلاث ساعات المصريه وفرقه سيلة ماتكال الاسرائيليه، ودي تعتبر اقوى فرقه قوات خاصه موجوده في اسرائيل كلها، وحده بيتصرف على الفرد فيها كتير وكتير قوي من الوقت والمجهود والفلوس. والحقيقه وانا كنت بفحص المصادر الاسرائيليه كنت متضايق جدا، اللي هو احنا ليه ما عندناش قوات خاصه مؤهله بالشكل ده؟ ومع الوقت عرفت ان احنا مش بس عندنا قوات خاصه تنافسهم، لا ده امكانياتنا اعلى من امكانياتهم وهم نفسهم
بيرشدونا بكده، ولكن احنا مش بنحب نتكلم كتير، نشتغل وما نتكلمش. ولو انت وصلت النقطه دي فانت راجل محترم، ولو انت مش عامل اشتراك يعني المفروض تكون عامل اشتراك بقى واللايك والحاجات الحلوه دي، فيا ريت تعمل اشتراك وشير للفيديو، لان دي مش هتكون اول حلقه سخنه بالشكل ده. احنا معانا محتوى عسكري كبير لسه بنحضر له، ودي كده كانت حلقه بنمسي بيها ان احنا وصلنا ل 200,000. هي نزلت متاخر شويه بس بسبب الاحداث الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت. فانت اعمل السبسكرايب من هنا وانا ابسطه وبس كده. سلام.